حرصا على تعزيز دور الإعلام الوطني، تعمل الدولة على توفير البيئة الملائمة والمحفزة على ممارسة مهنية واحترافية على الحرية والمسؤولية، قائمة على الحرية والمسؤولية. في هذا السياق يعكف قطاع الاتصال وفق مقاربة تشاركية على إعداد منظومة قانونية متطورة وناجعة تشمل أساساً القانون العضوي للإعلام والقانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري. إننا نسعى إلى تعزيز دور الصحافة الجزائرية في أداء دورها بشكل قوي وفعال يمكنها من مواجهة الحرب السيبرانية والجرائم الإلكترونية التي تستهدف سيادة بلادنا وسمعة مؤسساتها وشرف مواطنيها.